صلاة من أجل السلام في سوريا رفعت في كاتدرائية مرجوجوس البطريركية للسوريان الأرثوذكس بدمشق صلاة من أجل السلام في سوريا. ترأس الصلاة غبطة البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السوريانية الأرثوذكسية في العالم بمشاركة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غبطة البطريرك يوسف العبسي ورئيس أساقفة فيينا الكاثوليك وعضو مجمع الكرادلة في حاضرة الفاتيكان الكاردينال كريستوف شومبورن وعدد من رؤساء وممثلي الطوائف المسيحية بدمشق. زيارته بالحقيقة مهمة لأنه هي بالتأكيد بتعكس اهتمام كاثوليكي عالمي فاتيكاني وأيضا اهتمام أوروبي بوضعنا بسوريا بعد سنين من المحاولة أنه نستقدم أو ندعو هيك شخصيات لكن كانت تقابل دائما بإما رفض أو بحجج لأنه ما كان في تشجيع لشخصيات مثل نيافته أنه يجي يزورنا لكن اليوم بزيارته لألنا برهن أنه هو ما بس هو اللي بيمثله من سلطة دينية وأيضا من مكانة سياسية في بلده. زيارة الكاردينال شومبورن لدمشق هي زيارة ذات طابع كبير له أهمية لأنه الكاردينال معروف بمواقفه الإنسانية وبمواقفه التي كانت تدافع دائما عن المظلومين وعن المضطهدين وكان موقفه خصوصا من سوريا دافع عن الحقوق السورية في المحافل الكنسية الكبيرة ومحافل الدولية مشان هيك زيارته لسوريا اليوم نحن منقدرها كتير لأنه جاي عن قصب يعبر عن المشاعر اللي على طول كان يحملها تجاهنا نحن السوريين. Mein Anliegen ist zuerst eine Wallfahrt, bin als Pilger gekommen. السبب الرئيسي لزيارتي لسوريا هو زيارة حج. أنا جاي حاج إلى سوريا. Syrien hat eine große christliche Tradition und eine schwierige Gegenwart. سوريا عندها ماضي عريق جدا في المسيحية وعندها حاضر صعب جدا ولذلك قررت أجي كحاج إلى سوريا. Mein Anliegen ist einfach eine Solidarität mit den Menschen in Syrien. Nach den schweren Jahren des Krieges und der schweren gegenwärtigen Situation. والغايتي من الزيارة هي التضامن والتعاطف مع الشعب السوري بكل أطيافه وخصوصا بعد الأزمة الصعبة اللي عاشها بالفترة الأخيرة. بمجيئه رح يوطد من جديد هالعلاقات يلي كانت موجودة بين الكنائس وهيدي زيارته هي يلي جاي خصوصا للشام ولسوريا إذا بنقدر نقول زيارة بدعوة من البطريرك أفرام للسريان الأرثوذكس بالعالم كله واليوم يعني نحن بنتشرف بما أنه بطريقه على هالطريق المستقيم يلي نحن مسميه يلي الديس بولس مشي عليه اليوم كمان جاي يعمل زيارة لغبطة البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكي وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك. تضمنت زيارة الكاردينال شومبورن أيضا زيارة كاتدرائية سيدة نياح البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون وكنيسة حنانيا في باب شرقي بدمشق. صلاة محبة وسلام من سوريا إلى العالم وشمعة إيمان تضاء في كنائسها ودعاء للخير من مهد الديانات وأرض الحضارات.